بقى نروح دلوقتي والنوستالجيا، ومعانا بتاريخ اليوم 14 فبراير 2005. بصراحة يعني هي يوم يعني فقدنا فيه بطل زي ما قال، هي ذكرى وفاة البطل ثابت البطل. زي النهاردة 14 فبراير 2005 كانت وفاة ثابت البطل حارس مرمى الأهلي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، يعني لعب في الأهلي لحد اعتزاله كان عام 91، استمر كمان مدرب لحراس المرمى. وذكرى زي دي ما اعتقدش ان هي ينفع ان احنا نفوتها، لا على الصعيد هنا الرسمي ولا حتى الاعلامي. يعني على الصعيد الرسمي خليني اقول لحضراتكم كمان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي حرص على الاتصال باسره المرحوم ثابت البطل للاطمئنان عليهم والتواصل مع زوجته وابنائه بمناسبه ذكرى هنا 16 لوفاته، اللي كان يتمتع خلينا نقول بتاريخ كبير جدا من الانجازات والاخلاقيات والحفاظ على قيم وثوابت النادي. يعني يمكن حقق مع النادي الاهلي 25 لقب وعشقه الجمهور بشكل كبير جدا. يعني احنا مش هنقول ان احنا بس فقدناه، لا 16 سنه ولكن لسه ذكراه لحد دلوقتي موجوده من الايقونات زي ما بيتقال او الشخصيات اللي عمر ما النادي الاهلي ممكن ان هو ينساها. ده من شق الشق الثاني كمان اللفته الجميله اللي عملها بصراحه كابتن محمود الخطيب، ده ناكد على شيء بيؤكد قد ايه النادي الاهلي احنا بنتكلم ان احنا عيله، بنتكلم ان احنا كيان واحد. فمش معنى ان انت مثلا ما بتلعبش دلوقتي في الاهلي او ان انت حتى توفيت ان الاهلي كده خلاص بتنقطع صلته بأسرتك، لا دايما الأهلي بيكون زي ما معودنا يعني في حياة الأحفاد، في حياة العائلات، في حياة الأشخاص حتى بعد ما بيسيبوا النادي الأهلي أو بيتركوه. فحاجة عظيمة جدا، على كل حال الله يرحمه يا رب، كان أيقونة فعلا محترمة جدا. واستكمالا لكلامك كمان يا هواندا، عايز أقولك أن كابتن محمود الخطيب اللي متواجد حاليا في دولة الإمارات الشقيقة إن شاء الله بمجرد عودته هيقوم بزيارة أسرة المرحوم ثابت البطل، وطبعا بيحصل الكلام ده في إطار روابط عائلة النادي الأهلي اللي بيتأكد كل يوم من خلالها على تقدير أبناء النادي اللي طبعا أعطوا بمنتهى الإخلاص وحققوا إنجازات وانتصارات أسعدت الملايين. طبعا يعني كابتن ثابت البطل رحمة الله عليه من 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 أهم الأسماء في تاريخ النادي الأهلي بشكل عام، وفي حراسة عرين النادي الأهلي بصفة خاصة. طول عمره كان ثابت وطول عمره كان بطل، والحقيقة كان معشوق كل جماهير كرة القدم مش بس الأهلوية، أهلوية وغير أهلوية. طبعا ذكر رحيل البطل ثابت البطل يعني لازم نتوقف من خلالها عند تقرير عن هذا النجم الكبير الراحل ثابت البطل، اللي يمكن الأجيال الأحدث نسبيا ما تعرفش كتير عنه.